من التفاصيل ينضم إلينا مرة ثانية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، يعني نعود إليك، لعلك تابعت وتابعنا جميعا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والنقاط الهامة التي أشار إليها فيما يتعلق بعرض الرؤية المصرية والتجربة الاقتصادية المصرية، يعني أبرز ما أكد عليه سيادة الرئيس. نعم محمد، كما ذكرت في مقدمة هذه الأخبار المجازة عن أهم ما جاء من تصريحات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الجلسة الهامة، بالمناسبة من أكثر الجلسات التي حظيت بمشاركة الحضور سواء من الجانب الرسمي أو من الجانب القطاع الخاص وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. السيد الرئيس بإيجاز عرض لمجمل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي كتجربة رائدة للدول النامية والأسواق الناشئة، تحدث السيد الرئيس على أهم المرتكزات التي انطلقت من خلالها الدولة المصرية، بداية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي انطلق في نوفمبر عام 2016، مرورا بحزمة كبيرة من الإجراءات والإصلاحات التشريعية التي عملت عليها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وركز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة سيادته أمام هذه الجلسة على التحديات الآنية الراهنة التي تواجه دول العالم قاطبة، سواء فيما يتعلق بالتغيرات الجيوسياسية أو التطورات الاقتصادية التي من شأنها التأثير وبقوة على عدد كبير من الاقتصادات الناشئة، وبطبيعة الأحوال كان من بينها الاقتصاد المصري. صدمات تحملها الاقتصاد المصري بداية بجائحة كورونا وتأثيرات ما بعد كورونا أيضا انتهاء، ولازلنا في خضم التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ولكن مع كل هذه التحديات واجه الاقتصاد المصري هذه الأزمات بقوة وبصلابة، وتعمل الدولة المصرية حتى اللحظة على امتصاص هذه الصدمات والتقليب. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.